تعالى معي. قل لي يا أبا عمر، هل تعتقد أن الإنسان منا مسير أم مخير؟ يعني مش عارف يعني، بس أنا أفتكر إن إحنا اللي بنختار يعني. ولكن الله قال: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. كيف إذا نكون مخيرين وكل شيء في كتاب من قبل أن نولد؟ هل تذكر حين قلت لك إننا نيسر لأمور لا نعلمها، أمور أكبر من قدرتنا على رؤيتها قبل أن تحدث؟ هل فكرت يوما كيف ولماذا أتيت إلى هنا؟ مش مهم أفكر ليه، ولكن هل تعتقد أن كل هذا حدث عبثا؟ كل يوم منذ أن تفتح عينيك إلى أن تغلقهما هناك ألف طريق يمكن أن تسلكه، ألف خيار بسيط يمكن لأي منها أن يغير حياتك إلى الأبد. تأخذ الطيران إلى الخليج، أو تكون الصحراء أأمن، تسافر إلى بلجيكا، أو تظل هاربا في مصر، تنزل لتحضر الإفطار، أو ينزل ابن خالتك بدلا منك. هل تعتقد أن كل هذا حدث عبثا؟ إنه القدر المحتوم، وما يظن المرء نفسه فيه مخيرا ما هو إلا طريق آخر نحو القدر المكتوب، لا مفر. مش فاهم يا شيخ. لاني أحدثك عن قدرك أن تكون هنا يا أبا عمر. برضو مش فاهم. ليس هناك سوى ما تفهمه وما رأيته. لا، ما هو اللي أنا بفهمته ورأيته، فالمكان هنا بقى ده معسكر لتدريب المجاهدين، والشركة غطى لتقريب السلاح. بس اللي أنا مش فاهمه يعني، أنت ليه بتكشف لي كل ده؟ أنا مش منكم. لم أقل لك كل ميسر لما خلق له. أنا عمري ما شلت سلاح. احمله إذا. مينفعش، مينفعش. أنا راجل بتاع قانون، جايز يعني الزمن غيرني، بس برضه أنا مش مجاهد ولا بتاع سلاح ولا بتاع حرب، وأنا معرفش أنت جبت المعلومات دي كلها عني منين. بس أنا مش ضد اللي أنت بتقوله ده خالص، بس برضه مش معه. وماذا بعد أن عرفت أكثر عن نشاط المجموعة؟ زي ما أنا، لسه زي ما أنا. أنا عايز أعيش في هدوء، عايز أربي الواد اللي حيلتي من غير مشاكل. ولو ده يعني ما ينفعش هنا أو ما يناسبكش، أنا ممكن أدور على مكان تاني أعيش فيه. ربما لم يأذن الله بعد ولم تحدث مشيئته. عد إلى عملك كمحاسب في الشركة يا أبا عمر، ولن يطلب أحد منك أكثر من ذلك. ويمكنك أن تستخدم المزرعة للتدريب، إن لبدنك عليك حقا، وقد منحك الله ساعدا قويا. مع السلامة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.